مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ملاعب، حلقة بنكهة نوستالجيا، حلقة لمدة ساعة كاملة نستعيد فيها ذكريات أفضل وأبرز محطات الرياضية لعام 2014، عام كان مليء بالأحداث بمآسيه وأفراحه وفضائحه وكذلك العديد من الإنجازات. شريط الذكريات هذا نستعيده سويا رفقة ضيفين مميزين معنا هنا في هذا المكان المباشرة. هناك معنا الإعلامي والناقد الرياضي المصري أسامة الشيخ والمدرب الجزائري كمال جابر، كما سينضم إلينا في وقت لاحق من العاصمة السعودية الرياض رئيس تحرير صحيفة جول أونلاين خلف ملفي، وفي وقت لاحق كذلك من العاصمة المغربية الرباط الإعلامي والناقد الرياضي منير باهي، وستكون معنا الزميلة ماهي تاب من استديوهاتنا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. إذن أسامة كمال، السنة تمر بسرعة لكن السنة كانت مليئة بالأحداث. أكيد أن السنة كانت رياضية بحتة وكثيرة بالأحداث، حقيقة هناك أحداث جميلة رائعة وهناك كذلك أحداث سيئة نوعا ما، لكن هذه حال الحياة. مثل ما نقول الرياضة جزء من الحياة وفيها أيام حلوة وأيام سعيدة وكذلك أحداث ومآسي إلى غير ذلك. أسامة، هل ممكن نعتبر أننا محظوظين بأن نكون قد تابعنا سنة عام 2014 كأس عالم البطولات بالجملة، أرقام قياسية وفضائح وكل شيء؟ ما هو ليس هناك عالم آخر عشان نعيش فيه، فبالتالي إحنا لسنا محظوظين أو غير محظوظين، إحنا لسنا مخيرين أساسا. ولكن هو طبعا كان العام مر سريعا، أنا ما زلت متذكر الحلقة اللي كانت معاك برضو في العام الماضي. العالم يعني العام بقى مليء بالأحداث يعني الغزيرة سياسيا ورياضيا، عام مليء بالصراعات، عام مليء بالحروب، بالأحداث العسكرية والرياضية وكأس العالم. وطبعا في جزء الرياضة بقى من الصعب جدا انك انت تقدر انك انت تلم الاحداث كلها. احنا دلوقتي صعب قوي ان احنا في خلال ساعة واحدة هذا ما سنحاول ان نفعله أسامة. لكن مشاهدينا قبل ما نبدأ باستعراض ابرز الاحداث بالتفصيل مع أسامة الشيخ وكذلك كمال جابر وضيفي من العاصمة السعودية الرياض ومن العاصمة المغربية الرباط، اتحول الان الى استديوهاتنا في ابو ظبي والزميلة ماهي تاب لتستعرض بسرعة ابرز المحطات التي عرفها العالم الرياضي عام 2014. اليك ماهي تاب. علي، عام 2014 كان استثنائيا على المستوى الرياضي، لكن بدايته كانت صدمة لعالم كرة القدم. الأسطورة البرتغالي أوزيبيو يفارق الحياة عن عمر ناهز 71 سنة. شهر فبراير كنا على موعد مع أولمبياد سوتشي الشتوي بروسيا، أولمبياد شهد تألقا للمستضيفة روسيا ورافقته انتقادات لإنفاق 50 مليار دولار على الدورة. في شهر مايو ريال مدريد يتوج كأفضل فريق في أوروبا بالفوز بلقب الشامبيونز ليج على حساب الجار الإسباني أتلتيكو في لشبونة البرتغالية. ولكن الحدث الأبرز في العام يبقى مونديال البرازيل. مونديال شهد تألقا لافتا للجزائر الممثل الوحيد للعرب وانهيارا غير متوقع للبلد المستضيف البرازيل وتتويجا مستحقا للألمان. شهر نوفمبر كان الأنشط من حيث الأحداث الرياضية. وفاق الصيف يعزز تألق الكرة الجزائرية بالفوز بالشامبيونز ليج الإفريقي للمرة الثانية. في نفس الشهر كذلك وستن سيدني الأسترالي يتوج كأفضل فريق بآسيا بعد الفوز على الهلال السعودي. ولازلنا في نوفمبر، الفيفا تبرئ روسيا وقطر من تهم الفساد في التنافس على استضافة موندياليي 2018 و2022. لكن الأزمات ظلت لاحقة للاتحاد الدولي. إفريقيا، وباء إيبولا يسحب أمم إفريقيا من المغرب ويحرمه من المشاركة بنسخة 2015. ولازلنا في نوفمبر، البريطاني لويس هاملتون ينتظر الأمطار الأخيرة من الجولة الختامية بأبو ظبي للتتويج باللقب العالمي للفورمولا 1. قطر تتوج بلقب أفضل منتخب خليجي بالفوز بكأس الخليج على حساب السعودية. وفي نفس الشهر نجم برشلونة ليونيل ميسي يعزز رصيده اللامع من الأرقام القياسية برقمين جديدين، الهدف التاريخي للليغا وللشامبيونز ليغ. أيضا الاتحاد الآسيوي يختار لاعب الهلال السعودي ناصر الشمراني كأفضل لاعب لعام 2014. والستار يزدل عن عام 2014 بمونديال الأندية، مونديال شهد تتويج ريال مدريد باللقب وأحرجت فيه الأمطار البلد المستضيف المغرب.
شكرا مهتاب، كان هذا الاستعراض لابرز محطات العام الرياضي عام 2014. اسامه، البدايه من طبيعه الحال الحدث الابرز كان هو المونديال، مونديال البرازيل، لكن قبل الحديث عن الجزائر لانه ما يهمنا هنا في الحديث هنا هو المنتخب الجزائري، لكن نبدا بالمانيا. كلنا الان نعرف بان المانيا فازت باللقب، كان هي المنتخب الافضل، لكن اسامه كنت تتوقع ان تفوز المانيا باللقب؟ طبعا قبل بدايه المونديال كانت البرازيل مرشحه، رغم انها ما كانتش يعني ما كانش مستواها قبل المونديال، كانت في مشاكل عندها وفي غيابات و وكان في تشكيك في قدراتها، ولكن كانت صاحبه الارض، كانت بلا شك كانت واحد من ابرز المرشحين. المانيا طول عمرها مرشحه لكاس العالم، طول عمرها الفريق المنظم الفريق القوي، وقبل كاس العالم كانت معاها اسبانيا المفروض قبل صدمه 4-1 في اول مباراه ليها واللي أنهت على أمالها، وبعد كده بدأت بقى في رحلة النسيان. يعني ألمانيا أعتقد أنها كان الأداء اللي هي قدمته في كاس العالم كانت تستحق به فعلا أنها تفوز، ولا ننسى المباراة التاريخية اللي هي أنا أعتقد أنها ممكن لن تتكرر، 7-1 للبرازيل على أرضها. 7-1 عند قصة مع هذه المباراة. أنا خايف أنهم يتهموني أن أنا سبب أو أكون نحس على البرازيل، لأن هو كان ده اليوم. على فكرة فقط البرازيليين يتكلموا البرتغالية وليس العربية، ما بيعرفوش العربية. لا يعني هو في اليوم ده كنت وصلت علشان أحضر السيمي فاينال والفاينال في بطولة كأس العالم، عمري ما أنسى اليوم ده يعني على إطلاق يوم الوصول، ومع الشمس ساو باولو وهي طالعة، وبعد كده الصدمة اللي البلد كلها عاشتها وعشناها في وسطهم، يعني كان لكن اعتقد لحظات يعني صعبه قوي انها طبعا لا تنسى. لكن سالت اسامه عن المنتخب الالماني، اذا كان توقع قبل انطلاق البطوله ان يفوز المنتخب الالماني، بالنسبه للمنتخب البرازيلي هل توقعت ان ينهار بتلك الطريقه كامله؟ لا احد اظن كان يتوقع انهيار امبراطوريه البرازيل كما يقول، لان كاس العالم هذه اعطتنا درس كبير في واقعيه الرياضه، في واقعيه كره القدم. اذا شفنا الكثير كان يعني يراهن على الفرق اللي تملك لاعبين كبار وباسعار كبيره، اذا شفنا البرازيل بكل ارمده اللاعبين، كذلك اسبانيا، لكن واقعيه الفريق الالماني خلاته يتوجه، رغم انه كانت عنده بدايه صعبه، انه كان يعني اداه تصاعدي من مباراة إلى أخرى، حتى وإن كانت بعض المباريات صعبة. هل تعني أن المنتخب البرازيلي كان محظوظ حتى لوصول نصف النهائي؟ أكيد، أظن أن البرازيل في كأس العالم هذه حتى من ناحية التكتيكية كانت فقيرة جدا، يعني لأول مرة نشوف مستوى فريق برازيلي بهذه الدرجة الطريقة. يعني رغم وجود لاعبين كبار، صراحة المنتخب البرازيلي الذي يضم لاعب اسمه جو، مع كامل الاحترام لهذا اللاعب، بس ما تنساش فريد، فكان المنتخب البرازيلي كان ضعيف بشهادة الكل. لكن أسامة، وسكولاري ليس المدرب النابغة اللي يقدر يقود فريق لأنه حتى رغم أنه هو كسب 2002، ولكن كانت العناصر لكن كان منتخب آخر، كان ريفالدو رونالدو، كان رونالدينيو. الآن لم يكن أحد يتوقع انهيار البرازيل بهذه الطريقة، لم يكن أحد يتوقع المنتخب الألماني أن يفوز بهذه الطريقة بكأس العالم، لكن البعض توقع أن سواريز أن يقوم بعضة لأحد اللاعبين. هل تتخيل كان هناك مشاهد أمريكي راهن أن يقوم سواريز بعض أحد اللاعبين في البطولة؟ دارس تاريخه بشكل جيد ومتابع أزمته في أيام ما كان بيلعب في ليفربول، وممكن وكانت يعني يمكن ما تعبش كتير ان هو يتوقع، انما ما حدش طبعا بيفكر في عضه، انت تفكر في هدف، تفكر في فوز في لقب، ولكن بشكل عام اعتقد ان الضجه اللي صاحبت عضه سواريز وكانت العقوبات اللي وقعت عليه كان مبالغ فيها، صح يعني صح ممكن صحيح. خدت وقتها ابتعاد عن الملاعب تماما، ما فيش تدريب، ما تدخلش ملعب كوره، لا يعني كانت اعتقد انها كانت مكحفه جدا، وكان كانت قاسية شوي. اللاعب آخر كان الكل يتوقع أن يتألق في المونديال، واقترب كثير من أن يصبح في خانة بيلي وخانة مارادونا ميسي، لو كان فاز في المباراة النهائية كانت حتكون اللبنة لحتى تكمل أسطورة تاعت ميسي، لكنه المونديال بصفة عامة كان مونديال مخيب للأمل بالنسبة لميسي. أظن أن ميسي حقيقة اللاعب رائع، هذا يعني شيء مفروغ منه، لكن على مستوى المنتخبات إذا لم تكن هناك مجموعة من اللاعبين أو يعني طريقة لعب
هذا شيء غير موجود يعني في الأرجنتين. يعني لاعب برشلونة مستحيل أن يكونوا في منتخب الأرجنتين، لهذا يعني نشوف أن اللاعبين في حد ذاتهم مهما كانت قيمة اللاعب، لكن هناك لاعب يكمل لاعب، هناك مجموعة تكمل من المجموعة، ولذا يكون الأداء، لأن مرات في لاعبين يخدموا لاعب آخر، في مجموعة من اللاعبين اللي تخدمه، لأن فيه اللي هي اللاعب، فيه اللي يخلق فراغات، فيه اللي يعطي فرص إلى آخره. نشوف أن ميسي يعني صراحة مع المنتخب الأرجنتيني كان ويعني وأنا عمري ما أنسى حتى مشهد المباراة النهائية وهو في قلب الملعب، أنا بينا مندهش، الكرة لما بيفقدها المنتخب الأرجنتيني هو حتى يرجع لورا عشان يستلم بيتمشى بمعنى كلمة بيتمشى، مش بيجري، مش بيعدو. كانت هذه الملاحظة، مش في مرة ومش في مناسبة واحدة، في أكتر من مناسبة، وبالتالي ميسي برشلونة مش هو ميسي الأرجنتيني. وأعتقد أنه بشهادة الجميع بأنه خلال المونديال الفيفا ارتكبت خطأي، الخطأ الأول العقوبة القاسية في حق سواريز، والخطأ الثاني هو منح ميسي أفضل لاعب في البطولة. هذا كلام ممكن يفتح لنا أبواب أخرى على الفيفا، ممكن الفيفا وممكن هو الواحد يستحق ساعة كاملة موضوع هذا. لكن الآن ننتقل للموضوع الأهم، المنتخب الجزائري كان شرف الكرة العربية بكل معنى، التأهل أول مرة في تاريخه للدور الثاني للبطولة كمان. حقيقة يعني المنتخب الجزائري حتى وإن كانت بدايته صعبة نوعا ما، لكن خروجه كان بطريقة جد مشرفة. يعني صراحة إذا شفنا المباراة الأولى والثانية نوعا ما كنا ننتظر بهذا المستوى، لكن أنه تدريجين رجع مستواه، أدى يعني كأس العالم بمستوى يعني جد محترم. الشيء الإيجابي أن اكتشفنا طريقة لعب جديدة للمنتخب الجزائري، أنه أثبت أنه فريق يعني يلعب كرة جماعية، هناك فرديات لكن هي هناك كرة جماعية وكرة جميلة. يعني حتى ذكرنا في زمان الكرة الجزائرية يوم كانت على مستواها، يعني 82 ولا حتى قبل الثمانينات، يعني عصاد باللومي مجار إلى آخره، شفنا كرة نظيفة جدا. وشيء الآخر أن اكتشفنا يعني نجوم جديدة، يعني نجوم صراحة حتى الآن يعني منتهين الموسم أو السنة 2014 يعني بطريقة جد إيجابية مع فرقهم. وما ننساش كمان ان احنا بقى لو بنتكلم مش من الزاويه الجزائريه ولكن من الزاويه العربيه العام، احنا عندنا ثالث فريق عربي قدر يصعد الى الدور الثاني بعد المغرب والسعوديه، بعد المغرب في 86 والسعوديه في 94. صحيح. وكمان ويضاف ان احنا ما فيش فريق عربي سجل 4 أهداف في مباراه واحده زي ما عمل في مباراه كوريا الجنوبيه المنتخب الجزائري وسجل 4-2. مباراه المانيا اللي اداها في يعني اعتقد ان الصحافه الالمانيه ما كانتش سعيده بالتاهل الالمان، وان كان ممكن المنتخب الجزائري انه كان برضو غير محظوظ شويه في المباراه دي، لو كان شويه مغامره شويه معلش انت قدام المانيا، يعني هي برضو هو ده الشيء اللي ممكن بيكون صعب شويه، لكن انت قدرت تسحب الالمان لوقت اضافي. والاجمل من ده يا علي العرض الرائع، يعني انت بجد ما فيش لاعب اثر في الملعب، ما فيش لاعب، طبعا انت مباريات زي دي انت لازم تطلع اقصى الجهد، ولكن اقصى الجهد مع تركيز شديد مع اداء جماعي مع اداء مهاري، ما فيش لاعب عايز يظهر بس علشان يحسن عقده وينتقل من نادي لنادي، لا، الهدف الوحيد ده مع مدرب نتفق كلنا ان احنا انتقدناه بشكل كبير في الاول اللي هو خليلزوفيتش، ولكن جه في الاخر كسب احترام الجميع، يعني كسب احترام الجميع. وكانت هناك النقطه اخرى، وانه حتى قبل البطوله الكل كان ينتقد بانه تشكيله المنتخب الجزائري كلها مكونه من اللاعبين في يلعبون في الدوريات الاوروبيه، اتضح بعد ذلك بانه يتقنون اللعب، وهذا ما انا عندي حاجه في الحته دي بقول عليها دايما، الجزائريون عندهم حاجه في الجينات وهي القتاليه، يعني انت دلوقتي ان هو عنده الحميه، حتى لو هو ابن اوروبا او هو لو مغترب او هو طالما في اصل جزائري هتلاقيه مع منتخب الجزائر بشكل مختلف. نعم، وهذا الكمال هنا لدي ياتينا موضوع اخر، القتاليه، هذا اتضح جليا مع فريق وفاق سطيف في منافسة التشامبيونز ليج الإفريقية. أول شيء فاز بالتشامبيونز ليج الإفريقية، لم يكن أحد يتوقع فوز هذا الفريق، وفي نفس الوقت عزز سمعة الكرة الجزائرية المحلية، المنتخب الجزائري عالميا وفاق سطيف إفريقيا. أظن أنه كان عندنا سنة 2014 يعني بالنسبة للكرة الجزائرية مثالين، يعني تكلمنا عن المنتخب وتكلمنا عن اللاعبين يعني مزدوجي الجنسية، يعني ظهرت حرارتهم
في بعض الأحيان يعني تجاوزت حتى الحدود، يعني صراحة يعني ما تحس أنه هذا اللاعب يعني عايش في أوروبا، تحس كأنه يعني ابن الجزائر يعني عايش الواقع. فريق ستيف في المقابل أعطى رد الاعتبار أولا للاعب المحلي، صحيح. أعطى رد الاعتبار للطاقم المحلي، يعني عاش حقيقة. أنا أعرف يعني طريقة يعني كثير فريق ستيف، يعني حتى عندي أصدقائي ضمن الطاقم مروا بظروف جد صعبة، ظروف مالية، ظروف يعني توصل الوقت يعني حتى الملاعب ما كانش وين يدربوا، يعني ضغط البرمجة يعني بين الدوري المحلي وكأس إفريقيا، يعني فيه كثير من اللاعبين اللي تركوا الفريق، يعني 7 لعيبة أساسيين، يعني لاعبين عندهم قيمتها في الفريق تركوا الفريق يعني ويعني في اتجاه لهم. لكن رغم هذا كانت فيه حنكة، أول شيء رئيس الفريق، حنكة المدرب، يعني حتى في بعض الأحيان الجميع انتقد المدرب، لكن اليد في اليد يعني ومشوا للطريق الصحيح وفازوا باللقب الإفريقي، لقب الشامبيونز ليغ. إذن مشاهدينا كانت هذه الفقرة الأولى من هذه الحلقة الخاصة التي تستمر لساعة كاملة حول أبرز محطات عام 2014 المحطات الرياضية. من طبيعة الحال نواصل الحديث عن محاور أخرى لكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ملاعب أو حلقة الحصاد الرياضي لعام 2014. تحدثنا في الفقرة الأولى عن كأس العالم، عن التألق الجزائري، الانهيار البرازيلي، التتويج الألماني، عدة سواريز، العرض المخيب لميسي. الآن نتحول إلى وجهة عربية ومعنا سينضم إلينا من طبيعة الحال معنا هنا أسامة الشيخ وكمال جابر، لكن سينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض خلف ملفي رئيس تحرير صحيفة جول أونلاين. الأستاذ خلف مرحبا بك. أهلا أستاذ علي ورحب بالأستاذ أسامة والأستاذ كمال. إذن احنا في هذه الحلقة بخصوص حصاد موسم 2014، الآن نتحول عربيا لنتحدث عن كأس الخليج. كأس الخليج هذه السنة الأستاذ خلف كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، ندرة في الأهداف في الأدوار أو المباريات الأولى، أخطاء في التحكيم، عزوف للجماهير، وكانت مخيبة كذلك خاصة للمنتخب السعودي. البعض كان يعتقد أنه الكثيرون كانوا يعتقدون أن المنتخب السعودي كان هو المرشح الأول للفوز باللقب. بالتأكيد كل ما ذكرته صحيح، ولكن يعني أيضا المنتخب القطري يستحق الثناء ويستحق التحية أنه أيضا حقق البطولة بجهد لاعبيه، بعودة جيدة للمنتخب الكرة القطرية. المنتخب السعودي بالتأكيد أنه صورة أيضا للمباراة النهائية، ربما أن البعض من السعوديين لم يكونوا يتوقعون يصل للمباراة النهائية على خلفية ما كان يعني يحدث قبل البطولة بشأن انتقادات المدرب، ولكن في الأخير نعم الجمهور السعودي ربما أنه لم يحضر في الافتتاح، ولكنه مع تقدم البطولة بدأ يحضر، حتى في النهاية كان الحضور جيد جدا. ربما أنه قبل البطولة كان هناك عدم ثقة في المنتخب السعودي، وأيضا عدم جدية في التسويق للبطولة، بالتالي مثل هذه الأمور أثرت في الحضور الجماهيري، ولكن أيضا مثل ما ذكرت ربما قلة الأهداف، ولكن أيضا تغير كل شيء مع المرحلة الثالثة في الدورة. ربما في الجولة الأولى كانت ضعيفة، الجولة الثانية أفضل، ولكن الجولة الثالثة كانت ربما أفضل بكثير من الجولتين السابقتين، وفي النهاية أعتقد أن الأمور تحسنت وكان الختام جميل جدا على مستوى على الأقل التنافس الرياضي الشريف والجميل في نهائي سعودي قطري.
نعم أسامة، كما ذكر خلف وكما ذكرنا في الفقرة الأولى بخصوص ألمانيا، بخصوص البرازيل والمنتخبات الأخرى، المنتخب القطري استحق الفوز باللقب بلا شك، ويعني وما هيش يعني ما هيش محاولة للمجاملة للقطريين أو من أو شيء من هذا القبيل، ولكن قطر قبل المنتخب القطري قبل ما يروح على كأس الخليج كان عمل عدة مباريات تجريبية، مش هو بس، الإمارات عملت مباراة تجريبية، السعودية عملت مباراة تجريبية، أعتقد أن أكتر فريق كان موفق جدا في نتائجه وكان والنتائج كمان كانت تصاعدية هو كان منتخب قطر، وأنه عمل نتائج إيجابية في مباراة ودية مع فرق مش صغيرة يعني، وبالتالي كان من كان مؤهل، وكانت في ناس كتير شايفاه مرشح منتخب. يعني انا مش هخرج كتير عن المنتخب القطري، اقول ان مثلا كان حامل اللقب اللي هو المنتخب الاماراتي كان يعني رايح، وكان في دايما شكوك حواليه، وفي ناس بتقول ان هو بس ياكي ادي وبتاع، واعتقد ان هم راضيين بالمركز الثالث. نعم. في ظل الظروف المنتخب السعودي كان مرشح بطبيعه الحال، هو دائم هو مرشح دائم في كاس الخليج، ولكن ظروفه الخاصه وعدم القناعه اللي موجوده بالمدرب كانت بلا شك انها اثرت على حظوظه. نعم، المدرب كمال، انت كمدرب المشكله هذه مع الكره السعوديه دائما مع المدرب الاجنبي، كان نفس الشيء مع رايكار من قبل شروط جزائيه، وبعد ذلك تم التخلص من هذا المدرب، الان نفس الشيء مع المدرب الجديد، والان سيتم التعامل مع مدرب على سبيل الاعاره فقط لكاس اسيا، هل الحل هو المدرب المحلي؟ أظن هي قناعات قبل كل شيء، علينا أن نأخذ اتجاه، يعني يوم قبل ما نأتي المدرب علينا بدراسة يعني شخصية، حتى من ناحية الشخصية مرات شخصية المدرب أهم من الجانب الفني أو التكتيكي إلى غير ذلك، لأن شفنا خاصة مع المنتخب السعودي كثير من ناحية الشخصية على المدرب هي اللي تأثر، إما يطلع المدرب أو يبقى في المنتخب، لكن علينا أن تكون عندنا قناعة، هل يعني نجيب مدرب أجنبي ونعطيه الوقت الكافي، ولا نجيبه قبل عشان يأخذ الوقت الكافي لتحضير الفريق ثم نحكم عليه، أو أن نأتي بالمدرب المحلي نعطيه نفس الشيء الوقت الكافي وكل الإمكانيات، ويعني نوفر له كل شيء ونثق فيه، يعني هي قناعة أنك تثق في فلان وفلان في المدرب. نعم، وهذا هو السؤال الذي أتوجه به إلى الخلف، بالنسبة للمدرب الأجنبي وهذه المعضلة بالنسبة لكرة القدم السعودية، هل أنت هل تتفق مع خطوة الاتحاد السعودي على التعامل أو التعاقد مع مدرب على سبيل الإعارة فقط لفترة كأس آسيا في أستراليا؟ لعل المفتاح الكبير هو ما ذكره الكابتن كمال عن شخصية المدرب، شخصية مهمة جدا في أن الفريق يكون له شخصية في الملعب، وبالتالي هذا ربما لم يكن جيدا لدى لوبيز في بعض فترات وبالذات في دورة الخليج، ولكن طبعا نترك لوبيز. نعم، أنا أعتقد أن كوزمين هو الأنسب لعدة ظروف، أولا المدرب الوطني للأسف الشديد عندنا يعني غير مقدر وغير مقبول لدى الكثيرين لا سيما الإعلام، وطبعا الشكوك والضغوط دائما تحيط به، لأنه مثلا سيجامل وسيكون تحت الضغط التدخلات من المسؤولين، هذه دائما للأسف لغة الإعلام الرياضي السعودي. أضف إلى ذلك أنه أيضا لو أتيت بمدرب من الأندية السعودية سيحاط بنفس الإشكالية، أنه أخترت من هذا الفريق وتركت الفريق المنافس، وقص عليها من هذه الإرهاصات التي لن تعين المدرب. لذلك كوزمن بحكم أنه أيضا ابن المنطقة الخليجية في فترة طويلة جدا 7 سنوات وعاش في الكرة السعودية ونجح مع الهلال، شخصية محترمة، شخصية تدريبية مقبولة في هذا الوقت، والوقت في كأس آسيا أعتقد أنه لا أي مدرب آخر صعب أنه يقدم نفسه بصورة جيدة إلا إذا كان مدرب وطني متفق عليه، لذلك الخيار كان جيدا، وأعتقد أنه إن شاء الله سينقذ الكرة السعودية ولو على الأقل يقدم الفريق السعودي بشخصية جيدة في كأس آسيا، وإن شاء الله أنه أيضا يسير إلى حتى النهايات. نعم، لأنه المنتخب السعودي مشاهدنا ليس هو فقط المنتخب الخليجي الوحيد الذي أقدم على تغيير المدرب بعد كأس الخليج، فهناك المنتخب العراقي، المنتخب الكويتي مؤخرا تعاقد مع النجم التونسي السابق المدرب نبيل معلول. الآن ننتقل نبقى فقط مع الكرة السعودية، أبرز المحطات كانت تقريبا تخص بالكرة السعودية، الفوز أو اختيار الشمراني الأفضل آسيويا، اختيار في محله؟ (تصفيق)
يعني هو اختيار أثار الجدل بلا شك. هو الشمراني كلاعب لاعب كبير، لاعب موهوب، هداف، لاعب مبدع بشكل عام. ولكن لما نجي ببص على المنافسين اللي معاه، أنا ممكن أتصور أنه ممكن يستحق اللقب. ولكن هي النقطة الملاحظة الوحيدة السلبية في اختيار الشمراني، وطبعا هي ما كانتش تمت، وهي عقوبة لجنة الانضباط بعد كده التالية اللي هي إيقاف 8 مباريات بسبب البصقة على على المنافس في نهائي دوري أبطال آسيا. ودي نقطة تانية بقى بتفتح باب الجدل حولين الجائزة بشكل عام، جائزة الاتحاد الآسيوي، واللي هي من زمان وهي محل جدل لاختلاف شوية على المعايير وشوية على كذا. وأنا برضو مش قادر أفهم تصريح طلع من الاتحاد الآسيوي بيقول إن إحنا ما إن السلوك الانضباطي للاعب ليس ده وارد في معايير الجائزة. كيف؟ هل في لاعب ممكن يطرد وياخد الجائزة؟ هل في لاعب ممكن يرتكب نقدر نقول عليها حماقة وياخد الجائزة؟ أنا أتصور أنها يعني برضو تفضل تعيب الجائزة. ولكن الشمراني ناصر كلاعب يستحق طبعا، هو كلاعب موهبة عربية تستحق أنه ممكن تكون أفضل لاعب في آسيا. خلف بالنسبة للشمراني أسامة يقول بأنه كلاعب يستحق، لكن كان هناك جدل. خلف، هل تعتقد أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اختار الشمراني فقط لكسب رضا الكرة السعودية أو الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد خسارة الهلال في مباراة نهائي تشامبينز ليج أمام الفريق الأسترالي سيدني الأسترالي؟ والله أستاذ علي، يعني أستاذ أسامة خير من يتحدث في شأن جائزة كأس آسيا وجائزة الآسيوية تحديدا، له صولات وجولات في هذا الأمر تحديدا. ولكن من حيث المعايير، إذا انطبقت المعايير وهذا هو ما هو راجح، بالتالي هو يستحق، لأنه أولا بالأرقام هو الأفضل، ولا هناك أي منافس قريب منه بالأرقام وبالمستويات وبالأهداف وبصناعة اللعب. كل هذه المعايير أعطته الميزة الأكبر عن أي منافس. طبعا الأخلاق مهمة جدا في كرة القدم، وأنا شخصيا يمكن قلت في حينه أنه يجب أن ترتبط أي جائزة بالأخلاق، فإذا كان أساء يفترض أنه يخصم عليه، هل بالفعل أيضا يستحقها حتى ولو أساء السلوك؟ هذه طبعا جدلية كبيرة، ودائما الاتحاد الآسيوي يضع نفسه في مأزق مع النقاد ومع المجتمع الآسيوي بشكل عام. فلذلك إذا أخذناها من حيث المعايير، وخصوصا أيضا أنه العقوبة صدرت بعد منح الجائزة بفترة يمكن أسبوعين، فهذه أيضا ربما تخلي مسؤولية الاتحاد الآسيوي، لكن أيضا هي مشهد أمام الناس، وأنا أعتقد أنها تبقى جدلية. ولكن في الأخير أنا دائما أقول أنه يجب أن ترتبط الأخلاق مع الأداء. نعم أستاذ خلف ملفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض في هذه الحلقة الخاصة حول حصاد عام 2014 الرياضية. مشاهدنا نتابع الحديث أو هذه الحلقة التي تستمر لساعة كاملة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ملاعب، حلقة حصاد عام 2014 أحداث رياضية بالجملة. تحدثنا في المحور الأول أو الفقرة الأولى عن المونديال، تأهل الجزائر إلى الدور الثاني وفوز ألمانيا وانهيار البرازيل وعدة سواريز. في المحور الثاني أو الفقرة الثانية تحدثنا عن كأس الخليج وعن اختيار الشمراني كأفضل لاعب في آسيا. الآن ننتقل إلى الموضوع شغل بال
مشجعين كرة القدم العرب بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة. كأس إفريقيا وهو بإيبولا، وينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط الناقد والإعلامي الرياضي منير باهي. منير مساء الخير، تحدثنا في حلقة سابقة كنا قد استضفناك فيها عن إيبولا وعن كأس إفريقيا، الآن كيف ردت أو كيف هو نبض الشارع المغربي بعد الانسحاب أمم إفريقيا وعدم مشاركة المغرب في النسخة القادمة؟ إذن بداية أتمنى لكم ولمشاهديكم سنة سعيدة، أتمناها أن تكون سنة سلام وحب تعم كل شعوب الأرض بما فيها ملاعبنا أو ملاعبنا العربية التي بدأ يمتد إليها العنف. أما بخصوص موضوع سحب ترشيح سحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب، ففي البداية وكما حضرنا لحلقة سابقة قلنا إن هناك تقريبا إجماعا وطنيا على التشبت بقرار التأجيل استنادا إلى البيان الحكومي الذي حذر من خطر الإيبولا، وبدا في ذلك الوقت كما لو أن هناك صراعا بين هيبتين، هيبة دولة مغربية تحافظ على صحة مواطنيها وهيبة اتحاد كروي يدافع عن مصالح المستثمرين. لكن بعد إسناد تنظيم كأس إفريقيا لدولة غينيا الاستوائية هنا بدأ يتفكك هذا الإجماع، وصار السؤال حول مصداقية الكاف أو مصداقية المغرب. فنجاح الدورة وهذا ما نتمناه طبعا قد يمس بمصداقية المغرب الذي حذر من خطر الإيبولا، وفشله لا قدر الله وظهور هذا الوباء في غينيا الاستوائية سيمس بمصداقية الكاف، وسيبدو كما لو أنها راهنت على الأموال أكثر من صحة المواطنين. هناك طبعا استياء مغربي بعد كل هذا، لأننا كنا نريد أن ننظم الكأس في بلادنا، كنا نريد أن نتوج أن يتوج منتخبنا بهذه الكأس. نعم منير، كمال بالنسبة لنفس الموضوع، هل كان المغرب محقا في طلب تأجيل استضافة البطولة بسبب وباء إيبولا؟ هو كاين الجانب الصحي لازم، يعني اكيد المغرب ما اخذ هذا القرار يعني قرار هكذا فقط، هناك اخصائيين، هناك دراسه استوت يعني على هذا المستوى. اذا يعني المغرب ومسؤوليه راوا ان هناك يعني خطر يعني على المجتمع المغربي او حتى على الدول يعني اللي تجي تشارك، يعني الجماهير اللي تجي تشارك، فهو حق على ذلك. يبقى قرار لكن سيادي كما وصف قرار سيادي، يعني كل بلد عنده الحق. لكن الاشكال أن الشيء اللي ممكن ينلام عليه المغرب أنه اتخذ القرار في يعني في وقت متأخر كتير، لأن يعني من حقه أنه ينفرض تنظيم أو يطلب التأجيل، لكن كان يعطي مهلة أكثر، يعني لأن شهر أو شهرين يعني يبقى نوعا ما يعني عامل الوقت هذا مؤثر، لأن شفنا أنه صارت فيه تخبطات لي يعني تعويض بلد آخر، ترشيحات من هنا من هناك يعني كواليس. لكن كسيادة يعني أنا أوافق يعني الرأي قرار المغربي. لكن أسامة، بالنسبة للاتحاد الإفريقي ألم يكن صارما تجاه المغرب؟ لماذا لا يتفهم الاتحاد الإفريقي أن مشكلة حقيقية، مشكلة إيبولا، أن المغرب لا يمكن أن ينظم هذه البطولة لأسباب صحية حسب وزارة الوزارة أو هيئة الصحة العالمية؟ يعني هو بالفعل كان الاتحاد الافريقي ممكن كان يتفهم شويه، ولكن هي مشكله الاتحاد الافريقي كانت مع الرعاه، مع ان هو مطالب باقامه البطوله في هذا الموعد المحدد وفي ميعادها، حتى لو كانت ايبولا موجوده في البلد لازم. انت عارف افريقيا بتتعايش مع الموت في كل مكان بشكل عام، ومحدش بيتوقف امامه كثيرا. طبعا هي قرار المغربي كان قرار يحترم، ويمكن انا يمكن اختلف شويه مع الصديق العزيز كمال على ان هو التوقيت، هو المغرب لما فكر في ان هو يطلب التاجيل اتخذ القرار في الوقت اللي كان الفيروس بدا يهاجم بشكل قوي
وبدأت أخباره تنتشر في العالم. صحيح. وبدأت الضحايا بتاعته تسقط وبالتالي جاءت هنا النقطة. ولكن أرجع نقطة تانية برضو في الكلام اللي قاله الأستاذ منير من شوية، وهو عملية إن هل المغاربة والانقسام ما بين إنهما ما هو مؤيد لكان للموقف الحكومي وما هو كان معارض. وأرجع وأقول إن حتى تنظيم كأس العالم للمونديال اللي حصل في لا هذا موضوع آخر. لا يعني أنا أقصد أقول لك إيه، هو حتة الاستعداد والتنظيم و و و يعني أنت اللي حصل في الملعب يعني في أمور تنظيمية قالت إن وكما ويبدو إن ممكن يكون الاستعدادات ما كانتش على أفضل درجة، وبالتالي المغرب اتخذ من الإيبولا عذر، زي ما اتقال برضو حاجات تانية أسباب سياسية إن المغرب يخشى من الهجرة غير الشرعية اللي ممكن تثير غضب أوروبا لو تمت في دخول أفارقة كتير على المغرب ومنها إلى طنجة وثبتة ومليلة. نعم يعني كلها هذه كلها كانت أشياء متداولة تكهنات، لكن بالنسبة للمغرب كان هو أنه المغرب كان وأنه قرار سيادي أن المغرب المشكل وأنه مشكل إيبولا. منير، في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينظرون إلى كأس العالم للأندية كرد اعتبار للكرة المغربية وكحدث كبير ممكن أن يساهم في أو يرجح كفة المغرب للترشح لاستضافة كأس العالم المرة المقبلة، تأتي فضيحة ما بات يسمى بفضيحة ملعب مولاي عبد الله. منير، أعتقد أنك تتفق معي إذا قلت إن المشكلة كانت كارثية للغاية. نعم، ولها من الأسماء ما تشاء من أسماء الخزي والعار وغيرها. نعم كانت كارثية، كانت فضيحة بكل المقاييس، خاصة أنها لا تعكس الوجه الحقيقي للدولة المغربية أو للتطور الذي شهدته البنيات التحتية في المغرب، سواء ما يتعلق بالطرق أو ما يتعلق بالملاعب. كان اختيارا سيئا جدا لملعب لم يكن جاهزا. الفضيحة ربما كانت أيضا في الطريقة التي تم بها تصريف المياه أو محاولة تصريف مياه الملعب. طبعا هذا الموضوع سبق الجميع أن تحدث فيه أنه أمر مخزن للغاية، وكان من بالإمكان تفاديه لو تم اختيار مدينة أكادير ومدينة مراكش كالسنة الماضية. لذلك أول من يلام على ذلك ومن اتخذ قرار اللعب في مدينة الرباط في ملعب لم يصبح جاهزا بعد، ثم بعد ذلك المسؤوليات تتوالى وتتراكم على للأسف على رجل واحد في المغرب، والذي صار مطلوبا رأسه أكثر وهو السيد وزير الشباب والرياضة محمد أزين. لذلك يمكننا أن نقول بأن من يعرف المغرب أكثر قد يتفهم هذه المسألة، ولا يمكن أن تخدش سمعته وإمكانيته التنظيمية كما قلت. نعم ربما منير هو قادر على فعل ذلك. نعم نعم منير، أنت تحدثت عن سمعة المغرب، هناك بطبيعة الحال الكثيرين الذين يعرفون هذه سمعة المغرب، قدرته على تنظيم البطولات الكبرى، لكن هناك جهات أخرى استهزأت من الطريقة التي تمت بها التعامل مع الأمطار في ملعب مولاي عبد الله. هل تعتقد أن هذه ما سميته أنت بالخزي والعار والكارثة بأنه ممكن أن يؤثر سلبا على حظوظ المغرب في طلب استضافة كأس العالم؟ هو بالتأكيد مرحليا أكيد أنه سيؤثر مرحليا، أقول لأن تعلم أنه مسألة إعادة التقدم بالترشيح الآن ستكون ضمانات أكثر وملف جديد وغير ذلك من الإجراءات التي تسبق التقدم بملف متكامل. ما يمكن الحديث عنه بهذا الخصوص، وأؤكد مرة أخرى بأن ليس المؤلم هو أن نرى ملعبا امتلأ بالمياه، لكن كان المؤلم هو كيفية تصريف هذه المياه. نحن صحيح المغرب، وهذا ليس شوفينية طبعا، ولكن أقول إن المغرب أكبر من أن يصرف المياه بما رأيت. نعم من مسائل بسيطة وبدائية. نعم نعم منير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط في هذه الحلقة الخاصة حول الحصاد عام 2014 الرياضي. أسامة كمال، الآن ننتقل، نبقى في نفس الموضوع اللي هو الفيفا، لننتقل إلى فضائح الفيفا. رغم أنه التقرير نشر نتائج التقرير تبرئة الملفين القطري والروسي من أي تلاعبات أو التلاعب في استضافة الترشح لصدافة البطولة، لكن الفضائح لا زالت متواصلة، لا زالت مستمرة تلاحق الفيفا.
وأتصور أنها من الصعب أنها تنقضي بشكل سهل. وخلي بالك يا الفضائح ستبدأ في الانتشار أكتر وأكتر، مش ليس على ملف قطر ولا روسيا، ولكن على ملف الفيفا ورئاسة ومقعد الرئاسة اللي هتجري عليه انتخابات في مايو 29 مايو 2015، يعني بعد خمسة أشهر من الآن. من هنا لغاية الخمسة أشهر هتبدأ ملفات كتير تتفتح، وخاصة أن جوزيف بلاتر اللي كان طول عمره القابض بقبضة حديدية على الفيفا أصبحت قبضته الآن إلى حد ما مهتزة ومرتعشة. ميشيل بلاتيني اللي كان حليفه الدائم بقى أول أعدائه. الألمان، الإنجليز، أمريكا الجنوبية الظهر بعد طبعا رحيل جروندونا وصديقه الحميم والرجل العجوز اللي قاعد معه فترة طويلة قوي في الفيفا من يوم ما كان سكرتير عام للفيفا. فكل الأمور دي هتخلي جوزيف بلاتر داخل معركة أعتقد أنها هتكون صعبة، ورغم أن لسه المرشح للرئاسة مش موجود. أرجع تاني للي أنت بتقوله على الملف، أعتقد أن الضربة القوية اللي كانت في الفترة الأخيرة هي استقالة مايكل جارسيا رئيس لجنة التحقيقات، والخلاف اللي وقع بين دلوقتي لجنة التحقيقات ورئيس الغرفة القضائية اللي هو هاينز إيكارت، والبيان اللي خرج بالفيفا اللي خرج من الفيفا اللي هو بيقول ان مايكل جارسيا ليس وطبعا هو حسب اللوائح ليس من حقه ان هو يتخذ قرارات، ولكن هو في الاخر بيعمل تحقيقات وبيعرضها على الغرفه القضائيه انها بتاخد قرارات، ولكن وليس من حقه الاستئناف. يعني هو اراد الاستئناف وبالتالي رفضت لجنه استئناف قبوله في الفيفا الاستئناف، وهذا ما ادى الاستقاله. ولكن كل ده بيقول ان لا، ان الامور لن تكون تمشي بشكل سهل لجوزيف بلاتر على الانتخابات. صحيح. إذن مشاهدينا كان هذه نهاية الفقرة الثالثة، تحدثت فيها عن الفيفا، عن إيبولا، وعن كأس العالم للأندية بالمغرب. نوصل الحديث في هذه الحلقة الخاصة عن حصاد 2014 الرياضي، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الخاصة التي نتناول فيها أو نستعرض فيها أبرز محطات 2014 الرياضية. هذه الفقرة الختامية والفقرة الأخيرة نتناول فيها عدة مواضيع. أبدأ معك أسامة برحيل الأسطورة كرة القدم البرتغالية أوزيبيو اللي كان بداية السنة، فالسنة 2014 بدأت بصدمة لمحبي كرة القدم. أوزيبيو هو كان رمز جميل، كان بيجمع ما بين الكرة الأوروبية والكرة الأفريقية. صحيح. بأصوله الأفريقية، وبالتالي كان موهبة وأحد أبرز نجوم اللي لعبوا في بطولات كأس العالم. وبالتالي وهذه هي الدنيا، إن احنا دايما بنيجي في نهاية السنة بتيجي تحصد النجوم الراحلين والنجوم، يعني زي النجوم اللي بيعتزلوا برضو. يعني وهذه نقطة أخرى كمال، هناك عدد كبير من الأسماء التي رحلت. دي ستيفانو، رحل المدرب الإسباني أراغونيس، والأوزيبيو نفس الشيء. بالنسبة للاعبين هناك اعتزالات بالجملة، أسماء كبيرة على رأسهم هنري، تيري هنري حقيقة يعني أعتبره هداف تاريخي للمنتخب الفرنسي، يعني رمز للكرة الحديثة الفرنسية، رمز للشباب الرياضي. يعني كل ما نقوله تيري هنري جينا فكرة المدرسة الرياضية كلير فونتان اللي خرجت كتير من اللاعبين. صحيح. يعني كل الجيل اللي يتحصل على كأس العالم يعني جاي من المدرسة هذه، والشعار يعني تيري هنري من هذا الشعار يعني تاع هذا الجيل. صحيح. يعني وهذا إلى جانب هذه المآسي اللي كانت بالنسبة لوفاة أوزيبيو بعض المدربين، اعتزالات التي كانت لم نكن نتوقع لبعض اللاعبين، كانت هناك فضائح كذلك بالجملة. أكبر فضيحة نبدأ أول بفضيحة روسيل، وهي لو حنمشيها أبجديا أو زمنيا كانت في يناير، واستقالته بسبب صفقة نيمار يعني وشبهة الفساد اللي كانت بتحوم حواليه. الصفقة اللي تم إعلانها أنها في حدود 50 مليون يورو أو 56 مليون يورو، وبعد ذلك بدأ الرقم يتضخم لغاية ما عدينا 100 مليون يورو، ويتقال أن في 40 مليون يورو يتحولوا لحساب. صحيح. شركة مملوكة الوالد. طب هو نيمار يستحق بلا شك أكثر من 50 مليون إذا شفنا لعيبة بتتباع ب 100 مليون، لكن ليس بهذه الطريقة. ليس من تحت الأموال التي من تحت الطاولة زي ما بنقول، وتهم الضرائب والتهرب من الضرائب.
واقول هونس كان يعني لما احنا نتكلم على الضرائب فانت بالتالي وصل هونس هذا كان ود نقطه اخرى كانت يعني وان كان هو في الاخر الرجل دلوقتي بيندم على الفتره التي تهرب فيها يعني لكنه الحاجه الشيء الجيد بالنسبه لأولي هونس وانه لم يؤثر سلبا ولو باي شكل من الاشكال على اداء فريق بايرن ميونخ. اكيد انه هاي ناس يعني ما عدا هذا الجانب يعتبر يعني انسان يعني جد محترم يعني في حياته اليوميه، ما عدا هذا يعني الجانب اللي اثر يعني عليه من الناحيه الشخصيه فقط يعني ما اثر بطريقه مباشره على، لكن اريد تنويه لشيء انه يعني في العالم هذا الحديث كل ما كثرت صفقات اللاعبين كل ما كثرت الشبهات وكل ما كثرت الفضائح. صحيح. الان بالنسبه للفورمولا 1 هاملتون، لا اعرف من فيكم يتكلم على الفورمولا 1 او اتكلم عليه انا فقط مشاهدينا بانه كان من ابرز المواسم في الفورمولا 1 كما تعلم كمال واسامه. هاملتون بعد التفوق الالماني الفريق ريد بول في المواسم الماضية رفقة الألمانية سيباستيان فيتل، أتى الدور على مرسيدس وعلى هاملتون، سيطرة مطلقة للصانعين وللسائقين، وفي أبو ظبي في العاصمة الإماراتية تم حسم اللقب في الجولة الختامية. يعني أعتقد أنه هاملتون يعني على مدار الموسم كله هو أعتقد السائق الذي يستحق ذلك. بالمناسبة بقى ده متكلم على الفورمولا 1 قبل ما نغادرها، ما ننساش برضو الحادث اللي كان تعرض له مايكل شوماخر. صحيح. يعني صحيح. ده كان حادث برضو أثار ضجة لفترة طويلة. صحيح. واعتقد انه دلوقتي تمثل الى الشيء الان وفي في البيت. فقط تحدثنا عن تالق هاملتون بالنسبه لميسي الارقام القياسيه، الى اين سيصل هذا اللاعب مع الارقام القياسيه؟ الرقم الوحيد الان الذي لم يحققه بعد هو الرقم القياسي الخاص بعدد الاهداف مع المنتخب الارجنتيني الذي بحوزه باتيستوتو. اظن ان ما دام ميسي متواجد في برشلونة يعني الارقام تبقى دائما موجوده ومتواصله يعني بصفه مستمر، لانه ميسي في الفتره الحاليه يعني حتى في السنوات هذه موجود داخل القوقعه تاعو. يعني اظن انه اذا طلع من برشلونة يفقد توازنه ويفقد كل هذه الأرقام. لانه عندما يطلع من برشلونة ويلعب مع المنتخب الارجنتيني نرى بانه لا يفعل شيئا. اشك انا في الحته دي شويه، اعتقد انه لو ميسي هو ميسي يعني هو مش بالضروره حته منتخب الارجنتين ان هو لا يؤدي في منتخب لكن الارجنتين. لكن انا لم نشاهد يعني ميسي الا في برشلونة. لم نشاهد ميسي لكن شاهدنا لاعب اخر. شاهدنا رونالدو. الكل يتحدث هذه الايام عن رونالدو. السؤال، هل يستحق الكره الذهبيه؟ لا اعتقد. انا بقولها يعني رونالدو في كاس العالم الماضيه يعني للاسف كان هو المنتخب البرتغالي كانت صوره باهته تماما يعني ما اعتقدش انه يستحقها. والان فقط مشاهدنا بانه المرشح للفوز بالكره الذهبيه من جديد بالمنافسه مع اللاعب او حارس المرمى المنتخب الالماني نوير. اذا مشاهدينا ناتي الى نهايه هذه الحلقه الخاصه حول حصاد الرياضه لعام 2014. اتقدم باسمكم بالشكر لكمال جابر المدرب الجزائري والناقد والاعلامي الرياضي اسامه الشيخ، شكرا لكما. كما اشكر ضيفي من العاصمه السعوديه الرياضيه الذي كان الخلف ملفي الذي كان متواجد معنا في وقت سابق، وكذلك منير باهي من العاصمة المغربية الرباط. إذن عام مليء بالأفراح والتتويجات والأحزان وكذلك الفضائح والمآسي، وموعد يتجدد في العام المقبل، ونتمنى أن يكون عام كذلك مليء بالأرقام القياسية والتتويجات والبطولات. مشاهدينا إلى أن ألقاكم مرة قادمة تصبحون على خير وإلى اللقاء.